تتواصل انطلاقات أشواطنا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق إلى صالة انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم في ميدان سيف العرب لسن الحقائق، والشوط التاسع الذي تعلن بداية انطلاقته بهذه الكوكبة والأعداد من الحقائق 2 كيلومتر. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن على هذا التنظيم الرائع وعلى هذه الانطلاقات التي تتواصل في صباح هذا اليوم. انطلق الشوط وانطلقت الآمال مع المشاركين في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. تتقدم المشاركات، تتقدم المنطلقات، ولكن بشوف إذا هناك رقم 22 على ما أعتقد وهي تسيطر على المقدمة على المركز الأول. عموما على كل حال متقدمة المشاركات وهذه اللي هي عيد الحمد بن سيف بن لاحج الهاجري على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز ساير شوي. خلني أشوف هناك التواصل في هذه الانطلاقات والتحديات على المراكز الأولى. يا سلام، ليالي محمد بن حدي بن مصبح الكتبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هنا التواصل على ثالث المراكز وسيل العلي بن سالم بن سعيد بن سالم الاكتبي، ولا زالت هناك على المركز الاول لا زالت منصور راشد بن نافع هناك تقود المشاركه. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول اللي تسيطر على المقدمة وتعلن هذا الفوز. هذا الفوز، يا سلام، قادت هذا الشوط بجدارة. راشد بن نافع هناك تنطلق على المركز الأول، على المركز الأول والانطلاق الأول، ما شاء الله. تهانينا لراشد بن نافع على هذا الفوز، على هذا الانطلاق الأول، على هذا المسار بالمركز الأول. أعلنت الفوز، بينما المركز الثاني، بنشوف المركز الثاني، المركز الثاني بنشوف رقمها على المركز الثاني. المركز الثاني 22. المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز عموما 22، غير موجود عندي في الكشف. الاول كم؟ الاول على الاول رقم 32 ايضا غير موجود في الكشف، لكن راشد بن نافع هناك اضيفت على ما اعتقد. عموما على كل حال 3 دقائق وثانية توقيت هذا الشوط. تهانينا والناموس.